جاهزين للجالا دينر؟ بس المدام تلبس عيد التصوير يعني كنت جراب قدامك يعني لو مو حاجه كان ما حنتبه. ونرحب سوا بالدي جي لاول مره في العراق، دي جي اصيل. استغلت الفرصة، ما عندي اجتماعات، ما عندي أي شيء، راح نشتري شوية صوغات للأهل حتى نرجع لهم بريحة هلي، بريحة الوطن. وهذا المحل اللي أنا متابعه على الانستغرام طبعا هي الواجهة اللي خلتني أكون جدا فضولي إنه شنو هذا المحل. ومن سويت لهم فولو عرفت إنه هم أول محل عندهم نيش برفيوم ببغداد، يعني العطور اللي سبيشال ما تلقوها بأي مكان تكون موجودة عندهم، فخلنا نكتشف سوا. ممكن أصور؟ أحلى من الانستغرام. هذا كلش يشبه ساندرا وشخصيتها. طبعا صار فترة اللي هيك واهس بالعطور لتكتشف انه هذا عالم مو طبيعي. اللي يميز النيش برفيوم من البرفيوم العادية هو انه كل عطر او كل براند عنده عالمه الخاص ومن وراه قصة، فمن تستخدمه او ترش من عنده انت تندمج ويا القصة. وكلش فخور انه اكو محل هيج بغداد لكشري. بالنسبة للوالدة شو نقدر ناخذ؟ عطر اسمه عشق. نرش نجربه. واو جميل، فعلا ابداع جايز. خلاص اخذنا ريحة هلي للهلي. برافو عليهم الشباب، صراحة شغل كلش كلش توب، هاي ليفل، انترناشونال ليفل، وذكرى حلوة من بغداد. اهلا وسهلا بكم بثاني فلوق، ثالث فلوق، رابع فلوق في بغداد. المهم تاهت لان ابو لول المستقر في بغداد والفلوقات دجر واحدة ورا الثانية. اليوم فلوق شوية خاص، قررت انه اطلع في بغداد واروح اماكن حبيتها على الانستغرام، متبعها من زمان او اكتشفتها هسه. هذا الفيديو راح ادعم المشاريع الحلوة ببغداد، وتصور هاي السلسلة راح تصير كلش حلوة لان كل شوي مقاهي، مطاعم، اماكن جاي تنفتح ببغداد ولازم سلط الضوء عليها. هلا هلا، هاي شلونك؟ كيفك؟ اهلا، كيف الامور؟ يا هلا هلا. هذا الرجال راح يندعم هسه. شكرا حبو، شكرا. وصلنا فالح ابو العنبه واليوم تشبعون عنبه. ويلي ويلي، هذه ثلاثة فلافل مشكل بالعنبه. لا لا يا معود، ابدا ما يصير. لازم ما في فلافل اصليه. هاي العنبه، هاي العنبه، مستحيل العنبه. بيها روح هاي المدينة، بيها روح طعم اويلي، كل شيء مو طبيعي. السلام عليكم حبيبي، مشكور. عايش هنا 50 سنة، يا ويجي سلم عليه. سلم الله يخليك. شركة الهدوء هاي تدق عليهم ما حد يجاوب، صنطة. بس انا ورا هاي اللفة بدون مجاملة صرت انسان اخر، يعني لا الاحسن لو يا ابو العنبة. فلافل
ولو مثلك ويلك ما تتش بس واحد يبقى الاصل اهم شيء. شنو عنبه؟ راح شبعين عنبه. اللي اقدر اقول لكم اياه انه هاي اكثر سفره هوسه بحياتي، ما كنت متصور اللي دا يصير. كله بوزيتيف، كله اوكي، كله حلو، بس ضغوطات من كل الاماكن، لان تاخرت بالجايه، وهاي الجايه كان المفروض يجيها من قبل اقل شيء 5 سنين. نرجع للمعرض مالتنا، وبهاء بهاء قائدنا الورد. هلا. والمتابعين الحلوين في معرض هوا بغداد، سلموا سلموا سلموا. ما احكي لكم كميه الهدايا اللي تجينا بالفندق. تركيش ايروي، هذا يمكن ترمز. هاي رسمه من متابع. شنو؟ جايك سوار هدية؟ هذا سوار اجى الهدية لهدول، شامبوات، كريمات، حلويات، وهاي رسمة من فنان عراقي جابها. وهاي شنو؟ حب. حب؟ هاي الهدية تفوز بهاي السفرة كلها، فتشي غير طبيعي. وهذا الانستغرام مال الفنانة مبدعة جدا. هلا، لك شنو انت؟ هلا. المعرض المفروض خلص هسه الساعة 10:30. خلص لا شاكر. حتى هلولت هذا شلون ظليت اهللي؟ طفت كهرباء. يما لا لا، خبر الشرطة؟ اي خبر الشرطة حبيبتي. 00:00 3 اجت الكهرباء. يما كل عقلك كتبتيها؟ طلعت بشغلة مهمة. اجيت المحل اسمه هود، مطابخ، غرف نوم وديكورات. اكو فكره انه نصور برنامج مال طبخ بساهي ميديا، فدورت على الانترنت مكان يقدر يصمم لنا المطابخ لهذا البرنامج، ولقيت هذا المحل كلش كلش راقي مبين وكلش مرتب. خلينا نشوف شنو عندهم. هاي حلو، هذا كلش حلو، مودرن. واو، هذا اللي شفته انا، هذا اللي قنعني انه اجي. هذا مستنبط من الشنشول البغدادي. اوكي، طابع كلاسيكي بغدادي، يعني خلينا نقول ما لهنا. الحلو انه مو يعني شيء جاهز، خلينا نقول لا، ناخذ قياسات مساحه مطبخه. أي. على اساس نسوي له التفصيل اللي يريده. هذا ستايل اجنبي اكثر. ها، هيك اللقطه جزيره تكون بالنص. شوف هذا البنت الجو الارجل، هذا انا ممكن هذا مجرد. ها اوكي، عندنا حتى توفر غرف نوم. واو، تجي هنا حضرتك راح تشوف مطبخك هنا. ها اوكي، راح نشوفك شلون راح يكون. حلو، اتصور راح نتعامل وياهم. شو رايكم برنامج طبخ في بغداد؟ واو، اتصور هاي هنا غرف، غرف نوم همين هنا. حبايب هذا الاسم اللي مهتمين، لان ديزايناتهم كلش كلش يعني بروفيشنال تخبل. يعني معقوله ابو اللول يجي اول جاي لبغداد هو يدليكم؟ صايره هاي. حابب أعرفكم على إنسانة صبرها وهدوءها خلى هاي السفرة تكون شيء ناجح جدا. من أجمل الأشياء اللي اكتشفتها بهديل إنه هي جد صبورة على كل طلعاتي واجتماعاتي، وأرجع مو بالمود وأقعد ساعات ما أسولف وياها. أنت عظيمة حياتي. أنت العظيم حبيبي، موت عليك. أنت قدوة لكل النساء، قدوة لقلبك. كنت بالوطن. والجولة تستمر ونوصل إلى سويت ليتل ثينجز. احنا هسه بزيونة شارع ليالي اسطنبول، سويت ليتل ثينجز، الماين دلة قدام برج ايفل. دي الله. شوف الخط هنا، الوضعية شنو؟ الوضعية دونات، لا تدوخ لا تدوخ، بس دونات اليوم انتحاري الوضع. شلون السكر وياك هاليوم؟ جايج بالدرب. اخدم قلبك. قول والله هاي انت سويتها. هاي انا سويتها. صدق؟ اي شوفها بالفلوج. لا. اي؟ يعني كل واحد يقدر يجي يسوي مالته. اي كل واحد يقدر يجي يسوي كستمايز يور اون دونات. لا. اي شلون سويتها؟ هيج. شلون؟ وافل شوكليت.
كريب كندر وهذا كرانشي كريب محشي ايس كريم وسيريالز. على السلامة حبي، اشوفك. شكرا على الضيافة الحلوة، موفق. اطيب دونت بالعراق حبيبي حبيبي. ونرجع للذهب فندق بابل ونطفر الى اجتماع سريع. نقدر نقول احنا وين رايحين اجتماع؟ اي رايحين اجتماع بشركة زين، فراح نسوي اجتماع سريع. دا احس بلوقاتي مثل دبي، بس هسه المدينة اختلفت، صارت اجتماعات، صار روتين، صارت حياة طبيعية. بعد ابو لول مو ضيف هنا، شو لازم ينصير؟ اكو باص جاي؟ والله منظر مال باص جاي. أبو عشان مركزين، أبو عشان مركزين. ميتينج كان مثمر جدا، تعرفت على هواي ناس من شركة زين. راح يصير تعامل إن شاء الله، أفكار كلش هواية وشبابية وجديدة، راح أشتغل عليها وركز عليها وكلها لعيونكم. بنتمشى بالمنصور وهدول اللي قتلنا هذا لوكاس، نفسه موجود بدبي وبالكويت، فطبينا بيع ونشرب كوفي. بس قد لقيت لها بغداد، تحتاج من بغداد. شارع الاميرات، اسم على مسمى لا شارع. شكرا على الضيافة حبيبي، مشكور، شرفنا. القفلة اطيب قهوة في بغداد، هذا رأيي الشخصي. بما انه اكو حظر تجوال، ما جاي نطلع هواية بالليل، ومع الاسف لان بغداد تخبل بالليل وجاي نوصل لفقرة الليل واحنا تعبانين، بس اليوم قلنا لازم نطلع. هذا سوق الخضرة مال الكرادة، هاي صيدلية، وهاي بسطية، وهذا ابو اللحم، وهذا مطار، وهاي ام اللول. لاتيه مني شي فيه يعني، خوش لاتيه. قهوتك حبيبي، هاي قهوتي انا. هذا دريم سيتي مول، بهاي الاجواء الناس مرتاحة هنا، دا ياكلون فوق بالمطعم. هذا الطالع، هذا الجاي، هذا بالازدحام. الامور طيبة. بالمنصور. هاي الفيديو الكل عايشين بالخارج، اللي يقول لك اخاف من الوضع، يا وضع تركب طياره تعال يا معود، دي بس تعال وشوف. لا انا ما راح اقول لكم احنا وين، اللي عرف هذا المكان يكتب بالتعليقات وين احنا، وين احنا، وين احنا. برجر العراقي الزين، هي لحمايه وبصلايه وطماطايه والصاص، اهم شيء الصاص. شنو لك ون يا وطن؟ لك ون. اخر فقره بيومنا، نضرب الشيبس مال الكراده. السلام عليكم، ايش اخبارك؟ ما شاء الله كل تقروض. حبايب، انا مثل ما تعرفون جاي اعطي دروس على فارس المحتوى، وذولا اجمل صناع المحتوى والجيل الجديد والمستقبل مال صناعه المحتوى كلهم هنا. هاي جايز، شو اخباركم؟ هلا مرحبا. تخيلوا انا ببغداد، وهاي هسه السانست مال بغداد، وجاي نحكي على البيزكس اوف فيديوغرافي. وخلص هسه الكورس وحان الوقت انه اسلم عليكم. شكرا على وجودك. ثانك يو. شكرا لك يا لؤي، شكرا، ما قصرت ويانا ابد. الله يخليكم. يلا باي باي. وهذا الفلوج راح ينتهي. هسه. ايه.